نكمل كلامنا. شايفين سلايدز؟ اه دكتور شايفنا. نبتدي نشوف بقى الكود. يعني احنا فهمنا ان في حاجة اسمها type، والtype دي بنعمل بيها objects، والobjects دي بتبقى signals او variables او constants، وليها اسم اسمه identifier، والtypes ليها انواع مختلفة عرفناها، وعرفنا لما تبقى declared فين بتبقى declared فين وتتشاف فين. طيب تعال بقى نشوف أمثلة للكود عشان خلاص بقى نبدأ نكتب كود. أكتر حاجة هنستخدمها هي الـ assignment statement. assignment statement يعني بنقول حاجة بتساوي حاجة. وليه هي أكتر حاجة؟ لأن معظم اللوجيك بيبقى تقدر تكتب البوليان expression بتاعه كـ assignment statement. حتى السيكونشال تقدر إيه تكتبه كـ assignment statement، اللي هو الكلوك الجديدة هتبقى تتحسب الفاليو في الكلوك الجديدة هتبقى كام لو انت بتتكلم على sequential. قلنا قبل كده ان الassignment statement تكون current. ليه؟ لان اللوجيك موجود in parallel. لو كل سطر assignment statement اترجم لجيتس، الجيتس دي هتبقى موجودة in parallel، وهو ده الديزاين بتاعنا ان الجيتس كلها موجودة وشغالة في نفس الوقت، عشان كده هي concurrent. الميزه في كسيموليشن ما بيقعدش يسحب يعني ريسورسز، هو اول ما حاجه في الرايت هاند سايد تتغير يبتدي ينفذ الاساينمنت اوبريشن. هي ما بتبقاش شغاله طول الوقت حتى لو الفاليوز ما بتتغيرش، لا هي بتبقى معمول لها هولد. اول ما حاجه في الرايت هاند سايد تتغير السيموليتور يبتدي اكسكيوت الستيتمنت دي ويحسب الفاليو الجديد. الاساينمنت ستيتمنت بقى ككتابه ظريفه قوي. هي الاوبريتور زي ما احنا قلنا اللي هو سمولر ذان اور ايكوال، يبقى الرايت هاند سايد بيروح للليفت هاند سايد، عشان كده السهم كده معناها ان ايه؟ ان الليفت هاند سايد بياخد قيمه الرايت هاند سايد. ممكن تبقى كتابة بسيطة ان هحط هنا expression A and B. A expression انا عايزه اقدر اكتبه في اي operators. ممكن كمان احط فيها conditional assignment، يعني كأن فيها built in if statement. اقول A XOR B when C equal 0 else كذا A or B. يبقى معنى كده انها في condition لو اتحقق تاخد قيمة، لو ما اتحققش تاخد قيمة. دي still اسمها assignment statement بس هي conditional assignment. ممكن كمان تبقى فيها built in select statement. select statement اللي هي زي case statement اللي هو بقول ايه with state select، يعني بعرف ان انا هستخدم state دي ك variable عشان اختار القيمة، وأقول دي equal A when reset B when hold C when other. معنى كده لو state equal reset تاخد A، لو state equal hold تاخد B، لو state equal others تاخد C. فدي الـ assignment statement. طيب النوع الثاني من الـ statements هو الـ wait statement. الـ wait statement دي معناها ان انا بسسبند الاكسكيوشن لفتره. طيب بسسبند ازاي اذا كان كله ان باراليل؟ ودي لازم بتبقى جوه بروسيس، فتبتدي في المكان دوت. احنا قلنا البروسيس بتمشي سيكوينشال، وبالتالي اول ما تلاقي الويت تستنى قبل ما تنفذ السطر اللي بعده. يبقى ودي ضروري تبقى جوه بروسيس. في كذا نوع، ممكن اقول wait for some time دي هيسسبند البروسيس اللي هو جواها specific amount of time اللي انت هتكتبه، زي wait for 20 نانو سكند يبقى 20 نانو سكند دي الزمن اللي هيستناه.
ممكن اكتب التايم وممكن اكتب اكسبريشن كمان، يدي القيمة بتاعت التايم اللي استناها. ممكن كمان اقول له wait until condition يتحقق، اقول wait until clock equal 1، معنى كده ان وهو بينفذ البروسس هيجي عند السطر ده يقف لحد كلوك ما تساوي 1، وبعدين يكمل السطور اللي بعدها. ممكن كمان اقول له wait on واديله list of signals، فيستنى لحد ما يحصل اي ايفنت على السيجنالز دول. ايفنت يعني ايه؟ يعني تغيير، الاي يتغير قيمتها او البي يتغير قيمتها، يقوم طالع من الويت. وممكن اميكس كمان، ازاي؟ اقول له wait on a until clock equal 1. معناها ايه بقى دي؟ عشان خلي بالك وانت بتكتب لازم تبقى فاهم معنى اللي انت بتكتبه. wait on a until clock equal 1 معناها انه هيستنى الاي تتغير لحد ما كلوك تبقى 1. يبقى اقصى وقت ممكن يستنى امتى؟ ان ايه تتغير او كلوك ايكوال 1. لو كلوك بقت 1 قبل ايه ما تتغير هيخرج، هيخرج من السسبند طبعا، هيخرج لان بنقول ويت اون ايه انتل كذا، فلو الكونديشن ده بتاع انتل اتحقق خلاص هيخرج بغض النظر ان ايه اتغيرت ولا لا. ويت انتل كلوك ايكوال 1 فور 20 نانو سكند. طيب لو ال 20 نانو سكند عدوا وكلوك ما بقتش 1 هيخرج ولا مش هيخرج؟ هيخرج. اللي اتحقق فيهم الاول هيخرج من الايه؟ من السسبند. خطيرة جدا ان انا اكتب wait without an argument. wait without an argument معناها ان البروسيس دي تتنفذ مرة واحدة وت suspend forever. طب بنحتاج حاجة زي كده؟ مثلا انا عامل تيست بنش بيعمل خطوات 1 2 3 ولما يخلص التيست بنش مش عايزه يعيد تاني، ففي اخر التيست بنش بكتب ايه؟ اخر البروسيس بكتب wait، معناها انه يقعد بقى يسسبند وما يتنفذش تاني. ففي الحالات ان انا بعوز ان ايه البروسيس ما تتكررش تاني. طيب حد عنده سؤال؟ اللي عنده سؤال في اي وقت يقاطعني ويقول على السؤال بتاعه. تالت نوعية من الستيتمنتس هنشوفها الاف. الاف اكتبها ازاي في ال VHDL؟ هي في اف واحط كونديشن وبعدين زين واحط الايه اللي يحصل الكوماند او الاكشن، يعني اف else بكتب اف كونديشن زين اكشن else اكشن تاني، ولازم لو استخدمت else اكتب end if. ممكن اعمل نستد اف، ان هو اف كونديشن اتحقق زين كذا وبعدين اشيك على كونديشن تاني وبعدين اشيك على كونديشن تاني وهكذا، فاقول اف اس ايكوال كذا زين كذا الس اف، يعني لو ده ما اتحققش شيك على الكونديشن التاني ولو اتحقق اعمل كذا، لو ما اتحققوش الاثنين شيك على الكونديشن التالت ونفذ كذا. ده اسمه نستد اف. اخر حاجه بتبقى else، طالما ايه مش هتحط condition تحط else وتقول end، معناها ان لو جميع الconditions دول ما تحققوش نفذ الكوماند ده. طيب الكيس احيانا بتبقى افضل من النستد اف، سواء في الكتابة أو لما أجي أعمل سينثيسز وأحولها لجيتس. ففي الكيس ستيتمنت بقول كيس وأحط هنا الكونديشن وأقول إز وين كذا القيم بتاعته
حط اعمل الاكشن وين كذا، اعمل الاكشن وين كذا، اعمل الاكشن وين others، يعني لو حاجة غير دول اعمل كذا، واقول end case. فيبقى الكيس ساعتها مش بتشيك كونديشن كونديشن، لا ده بتبص على الكونديشنز كلها مع بعض وتشوف هو واقع في انهي خانة وتنفذ الكوماند بتاعه. ده الفرق عن النست ديف. طيب خلي بالك ما تلخبطش، ده مش اوبريتور، ده جزء من السنتكس بتاع الكيس. ده معناها ايه؟ سهم يعني روح نفذ كذا، ده غير الاساينمنت ستيتمنت. ده اساينمنت ستيتمنت معناها ان دي كود هتساوي 1 0، ده ما هوش ارو بس منظر، يعني لما الكونديشن ده يحصل وين 0 تو 1 دو ذات. اوكي طيب ده 13 اور 20 اور 24 اور 28، ال سيبريتور ده معناها اور، الكاركتر ده اسمه معناها اور. ضروري اكتب اذرز حتى لو انا متاكد ان مغطي كل الكيسز، احتمال يعني دايما اكتبها اذرز. ليه؟ لان ممكن انا ابقى مش واخد بالي وفي كيس انا مش حاططها في اعتباري وتحصل، فابقى احتياطي اكتب وين اذرز. اوكي طيب اللوب ستيتمنتس في عندنا كذا نوع. اول نوع اسمه لوب، يعني شوف اول نوع من اللوب ستيتمنت اسمه لوب. لوب يعني ايه؟ يعني امشي في لوبس. طب احدد بدايه ونهايه اللوب ازاي؟ بالكيوردز لوب واند لوب. لوب يبقى ساعتها ايه؟ هبدأ أول ما الاقي اند لوب هرجع تاني ايه؟ لأول سطر بعد لوب أنفذه تاني. طب هدني في اللوب دي فور ايفر؟ ايه اللي يخرجني من اللوب؟ هي لوب اند لوب. طب ايه الكونديشن ان انا اخرج؟ كلمة اكزيت كيورد اللي اسمها اكزيت. طب بص على الاكزامبل ده، لوب ويت انتل كلوك ايكوال 1 كاونت value بيساوي count value plus 1 mod 16 و count ياخد القيمة بتاعت count value ويكرر end loop. ما فيها exit؟ ما فيهاش exit، يعني هتتنفذ forever، عدلناها دخل اللوب دي مش هيخرج منها. طيب حد استنتج اللوب دي بتعمل ايه؟ المثال ده بيعمل ايه؟ لا معقولة؟ كاونتر. كاونتر بيعد من كام لكام؟ من 0 ل 15. 0 ل 15. طيب عرفت منين انه كاونتر؟ علشان عند كل كلوك سايكل بيزود فاليو، انه بيشيك ان كلوك تبقى ب 1 وبعدين بي انكريمنت. و ايه مود؟ طيب دي ليه عمل ليه حط مود مودلو 16؟ ما انت لسه عارفة انه بيعد من 0 ل 15. بصراحة انا سرحت في حتة زي دكتور، مش فاكرة قوي. اهو ليه بقى هيعد من 0 ل 15؟ لانه بنقول مود ده موديل اوبريتور، ده اوبريتور حسابي بيقول ايه؟ حاصل القسمة بتاعت الرقم ده على 16، يعني استحالة حاجة تبقى ده الريميندر موديله، يعني الريميندر بتاع القسمة من ده على 16. فالريميندر هيبقى من 0
لو رقم يقبل اسم على 16 او اي رقم تاني لحد 15. فعشان كده دي طريقة ظريفة ان بدل ما نقول له if بقت 16 اقلبها 0، احنا عايزينه يعد مثلا من 0 ل 15، هنقول له ايه؟ لو وصلت 16 ابقى 0، او نعمل نكتبها بالطريقة دي. الموديول ده اوبريتور حساب بيديك ايه الريميندر بتاع الاسم دي، فده عمال يزيد كاونت فاليو، عمال يزيد يزيد يزيد. بس لما يبقى 16 حاصل الاسم هيبقى صفر، ويبقى يرجع تاني لصفر. طيب وكاونت بيساوي كاونت فاليو، كاونت فاليو ده ايه؟ فاريبل. وكاونت ده غالبا سيجنال بره الايه، بتاخد القيمه النهائيه بتاعت كاونت فاليو. عشان ليه انا قلت غالبا سيجنال؟ هي اكيد سيجنال عشان خدت الاساينمنت اوبريتور. طيب ممكن اعمل نستد لوبس؟ ممكن اعمل نستد لوب خارجيه جواه لوب داخليه جواه لوب داخليه زي ما انا عايز، واكزت تخرجني من اللوب اللي انا فيه. اوكي اكزت هتخرجني من اللوب اللي انا فيها. شوف المثال ده، عملت لوب سميتها اوتر، بكتب الاسم قبلها، لوب بكتب الاسم قبلها زي البروسيس. هنشوف برضو ايه الامثله هتعلم. فلوب اسمها اوتر، وفي هنا اند لوب اوتر، بعدين لوب اسمها انر، اند لوب انر، وجوه اللوب الانر بعمل ايه؟ بستنى كلوب بواحد او ستوب بواحد او ريست بواحد، بقول اكزت. ممكن اقول اكزت وبس هخرج من اللوب اللي انا فيه، او اكزت اسم اللوب هخرج من اللوب اللي انا محدد اسمها. فقلت هنا اكزت اوتر وين ستوب ايكوال 1، معناه انه ايه؟ يخرج بره التو لوبس، هيخرج من الانر والاوتر لما ستوب ايكوال 1. بعد كده كتبت له قلت له اكزت وين ريسيت ايكوال 1، معناها هيكزت وما حددتلوش، يبقى هيكزت اللوب اللي هو فيه. وهنا كاونت فاليو يساوي كاونت فاليو بلس 1 مود 16، وكاونت بيساوي كاونت فاليو، ده نفس الايه التو كوماندز دول، معناها ان ايه برضو كاونتر بيعد. بس انا كده عملته كاونتر له ريسيت وله ستوب. ريسيت يخرجه بره اللوب، هنشوف هيعمل ايه لما يخرج بره اللوب. لو خرج بره الانر لوب هيعمل ايه؟ يحط الفاليو بزيرو، يبقى مجرد ما دوست ريسيت ايا كان الكاونتر كان كام هياخد الفاليو زيرو ويديها للسيجنال اللي اسمها كاونت، ويستنى ان الريسيت ينزل لصفر. كاتب اهو ويت انتل ريسيت ايكوال زيرو. طيب لما الريسيت يتشال يرجع لزيرو يعمل ايه؟ يروح في الاوتر لوب وبعدين يخش تاني في الانر لوب وينفذ. طب لو قلت له اللي هي اكزت اوتر وين ستوب ايكوال 1، لو ستوب ايكوال 1 ابص الاقي انه ايه؟ خرج بره الانر والاوتر، فمعناها ايه؟ خلاص ما بقاش يعد، بطل يعد، خرج بره الاثنين دول، راح ينفذ حاجه تانية واحتفظ بآخر قيمة ليه. ظريف اللوب؟ أنا عندي سؤال يا دكتور. اتفضلي. هو أول واحدة دي بتعمل إيه بالظبط؟ أول لوب دي بتعمل المثال اللي فوق دول تو اكزامبلز، ولا أنت بتتكلمي على المثال اللي تحت؟ لا أنا قصدي على المثال اللي فوق، أنا كنت فاكرة إن هما ليهم دعوة ببعض. لا ده مثال وده مثال تاني، ده كاونتر عادي running forever، وده counter له some control، واحد اسمه stop وواحد اسمه reset. طب هو اللوبس دي بتبقى synthesized، بتعملها synthesized عادي صح؟ انت تسألي سؤال advanced شوية، احنا هنتكلم على synthesis في بعد ما نخلص يعني اصلا المحاضرة اللي جاية، نعرف ايه اللي بيتعمل له synthesis وبيتعمل له synthesis ازاي. فاللوب للحاجات اللي ما بيتعمل لهاش سنس. تمام.
دي بتبقى جوه process صح؟ تبقى جوه بروسيس ممكن. مينفعش تبقى لوحدها قصدي، ولا هو ينفع؟ نظريا ممكن اللوب تبقى في الكود وهيران اللوب دي بارل لبقيه الكود، بس هي طبعا الانسب في الاستخدام انها تبقى جوه بروسيس. تمام، شكرا يا دكتور. نشوف نوع تاني من اللوبس اللي هو الفور. الفور لوب دي تفرق ايه عن اللوب؟ ان انا بحدد عدد اللفات مقدما، بقول فور اي من كذا لكذا اعمل لوب. يبقى في الفور ستيتمنت انا بحدد عدد اللفات، بدل ما كنت بقول له ايه اكزيت كونديشن معين، لأن هنا أنا بحدد عدد اللفات. فمثلا بقول for i in a range loop. in a range دي معناها إن إيه؟ إن تاخد القيم بتاعة a تتحرك واحدة واحدة لحد ما تخلصها. ده operator اسمه range، بيديك الايه القيم المختلفة بتاعة a تستخدمها للإندكس بتاعك. فتقول له في بيساوي في اكس اور اي اي، فهتاخد في تعملها اكس اور مع اي اي، واللوب اللي بعدها وتحطها في في اللوب اللي بعدها، تاخد اي اي اللي بعدها. لو ابتدينا مثلا من زيرو يبقى في اكس اور اي زيرو بقت في في، عمل لها ابديت في في، وبعد كده في اكس اور اي 1 وعمل لها ابديت في في، بعد كده في اكس اور اي 2 لحد كل اي ما يخلص. يبقى كده كانه عمل XORing لكل الـ elements اللي في الـ variable اللي اسمه ايه. طبعا ما قاليش في الاولانيه كانت بكام، لازم فوق يكتب لي مثلا يعمل لها initialization بـ value في حته قبل الـ for loop دي. الـ variable بتاع الـ for loop مش محتاج اعمل له declaration. ثواني حاضر، اتفضلي. تمام، يعني معلش يا دكتور، يعني هي الـ A هتبقى array؟ لازم تبقى array ولا بتبقى في هذه الحالة الـ A لازم تبقى array، عشان الـ range ده يديله الـ A القيم بتاعتها اللي هو الـ maximum بتاعها، إن i بتبدل بت increment في القيم اللي within الـ range بتاع A. A أكيد array. تمام، شكرا يا دكتور. ماشي، ممكن بدل in A range بحط أي condition أنا عايزه، زي ما بنكتب اي programming language، زي for i equal كذا to كذا، بكتب واعمل loop واكتب هنا الايه ال expression يعتمد على قيمة i. i زي ما بنقول مش محتاج اعرف variable اسمه i، وال variable i ده بيبقى undefined بره اللوب. يعني بره اللوب لو قلت i x equal i غلط، لان i ملوش value، ما اقدرش اقرا قيمته بره الفور لوب. ممكن هنا اقرا قيمته جوه الفور لوب، براها لا. طبعا مش شرط يبقى اسمه i، سميه زي ما انت عايز، هو الاندكس بتاع الفور لوب. اخر نوع هو while statement. الوايل دي بتلوب لحد كونديشن ما يبقى مش متحقق، تقول وايل كذا لوب، يعني طول ما الكونديشن ده متحقق لف 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 لحد ما ايه كونديشن متحققش خلاص ما تنفذوش وتعمل السطور اللي بعده. اوكي، فهنا وايل ان smaller than or equal a high، ده برضه operator اقدر استخدمه عشان يديني اعلى قيمه في a. فلوب x equal a n معناه ان ايه هياخد الاندكس بتاعت n. طبعا لازم
قبل الوايل لوب دي اقول ان مثلا بانيشال فاليو كذا عشان اعرف ان ده اعرف اشك على الكونديشن ده اصلا. لو ان undefined ده الكونديشن ده هيبقى متحقق ولا مش متحقق ما اعرفش. بحط في قبل الوايل لوب دي بحط ان الان بكذا وبعدين انفذ اخد ايه بتاع الاندكس ان احطها في اكس وبعد كده انكريمنت الاندكس ان واقول هنا نيكست وين كذا. يعني ايه نيكست؟ نيكست معناها ما تكملش اللوب وخش في اللوب اللي بعدها. نيكست دي ممكن اكتبها زي اكزيت في اي من الثلاثه لوبس اللي احنا درسناهم لوب او فور او وايل. نيكست يعني ايه؟ سيب بقيه الكود وروح ابدا لفه جديده. وهنا بقى حطيت معاها كونديشن يبقى نيكست وين كذا. يعني اعمل كده لو اكس بقت بزيرو. لو اكس بزيرو ما تعملش بقيه السطور اللي هي في ايكوال في بلس 1 وروح ابدا لفه جديده. اوكي لو كتبت نيكست بس معناها ان السطور اللي بعدها مش هتنفذ طول الوقت. نيكست يبقى على طول هيعمل نيكست والسطر ده عمره ما هيتنفذ. اوكي طيب جميل. حد عنده سؤال لحد هنا؟ نبتدي نشوف أمثلة. بجد احنا كده عرفنا يعني ايه entity، يعني ايه architecture، ايه التايبس المختلفة، ايه انواع الاوبجكت اللي بعملها، وبعض الستيتمنتس اللي بستخدمها عشان اكتب الكود بتاعي. تعالى بقى نطبق الكلام ده في حبة أمثلة. عايزين نعمل فليب فلوب يكون دي فليب فلوب بوزيتيف ايدج تريجرد وله اسينكرونس كلير اند سيت. تعالى افهم، لازم كل كلمه ليها معنى. بوزيتيف يعني ايه؟ البوزيتيف ايدج، الايدج اللي طالع مش الايدج اللي نازل. ايدج تريجرد يعني ايه؟ فليب فلوب مش يعني لاتش. دي ده نوع الايه الفري فلوب اللي هو بياخد انبوت دي وكيو بيساوي دي، درسناه قبل كده. طيب اسينكرونس كلير اند سيت. طب الاول يعني ايه كلير؟ كلير يعني احط فيه صفر، امسح الفاليو يعني احط فيه صفر. طب سيت يعني احط فيه 1، يعني اخزن في الفري فلوب ده 0 لو حطيت كلير 1 وخزن في الفلي فلوب 1 لو حطيت سيت ب 1. طب يعني ايه اسينكرونس؟ اسينكرونس يعني ملهاش دعوة بالكلوك. تاني اسينكرونس يعني يتنفذ بدون ارتباط بالكلوك، يعني في اي وقت كلير تبقى ب 1 تروح تنفذ ان الفاليو اللي هي كيو تبقى 0. في أي وقت ست تبقى بون تروح تنفذ إن كيو بيساوي 1 بغض النظر في الكلوك شكلها إيه. فده كلمة أسينكرونس. طب عكسها إيه؟ سينكرونس من غير الإيه. سينكرونس معناها إنه يتنفذ مع الإيدج. سينكرونس معناها إنه يتنفذ برضو مع البوزيتيف إيدج او النيجاتيف ايدج لو هو نيجاتيف ايدج. تمام. طيب فهمنا هو عايز ايه. تعالى نكتب بقى. قلنا اول حاجه ايه ده هو ال ثواني بس في حاجه مش باينه ليه. هوقف الشيرنج وارجعه تاني.
تعالى بقى نكتب الكود. احنا الاول هنفكر هنكتب، احنا قلنا ممكن نكتب behavioral، ممكن نكتب structure، ممكن نكتب RTL. فهو انا عايز ابني الفليب فلوب ده من حاجة ولا بس اشرح البيهيفير بتاعه؟ ما عنديش ان انا ابني بهن حاجة. يعني انا ممكن ادور الفليب فلوب بيتعمل ازاي كجيتس واروح ابنيه، بس مش دي اسهل حاجة يعني. فاسهل حاجة ان انا اكتب البيهيفير بتاعه. فخلاص طالما هو ما حددش يبقى اسهل حاجة ان انا ايه اكتب بيهيفير. طيب قبل ما اكتب البيهيفير لازم اعرف الانتيتي، وعشان اعرف الانتيتي لازم احدد ايه الانبوتس والاوتبوتس. يبقى اول حاجه اقوم عامل بلوك دايجرام واحدد ايه الانبوتس وايه الاوتبوتس بتاعه الفليب فلوب بتاعي. الفليب فلوب بتاعي هو ايه اللي ايه دي فليب فلوب، يبقى لازم في دي ان ودي اوت، اللي هو الدي والكيو مثلا. اوكي، ولازم يبقى في كلوك، مش فليب فلوب يبقى لازم ايدج، يبقى لازم كلوك. يبقى الكلمة دي ايدج تريجرد دي فليب فلوب، يبقى عندي ايه تلاتة، دي وكلوك دول انبوت، والكيو اللي انا مسميها هنا دي اوت ده الاوتبوت. طيب وهنا قال لي عندك كمان اسينكرونس كلير وسيت، يبقى عندي اتنين انبوتس، واحد اسمه كلير واحد اسمه سيت. صح كده؟ سهلة ان انا ترجم الكلام لايه؟ ل افهم منه ايه الانبوتس والاوتبوتس بتوعي. مجرد ما رسمت الرسمه دي عاده في الديجيتال سيركتس، لما تفتح اي سكيماتيك للديجيتال تلاقي الانبوتس على شمال البلوك، الاوتبوتس يمين البلوك، ايه الكنترول سيجنالز تحت او فوق. اوكي، بعض الحتت بيبقى الكنترول سيجنالز برضو كانبوت تبقى على الشمال، فده الديفولت واحنا ايه بنرسم. طيب كده سهل، يبقى اقول انتيتي اسميها اي حاجه، سميتها async ff is port، افتح قوس واحدد الانبوتس والاوتبوتس بتوعي. لازم قبل ما اكتب اختار تايبس، الدي دوت سيجنال ولا باص؟ ده سيجنال واحده صح. الكلير ده واير ولا باص؟ واير واحد. ست كذلك، كلوك كذلك، الدي كذلك، ما فيش حاجه من دول باص. طيب اديهم ايه بقى، اعتبرهم ايه الاوبشنز اللي قدامي؟ كل حاجه من دول ممكن تبقى 0 او 1، فممكن استخدم بوليان صح، ترو فولس زي 0 1. ممكن استخدم بت، بتعرفه برضو في اللايبرري 0 او 1. ممكن استخدم تراي ستيت من الانوميريشن فانكشن اللي هي 0 1 وهاي امبيدنس. وممكن استخدم ايه ستاندرد لوجيك اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي هو بياخد بقى قيم كتيره undefined و uninitialized و weak و high و low و high impedance و don't care، بياخد قيم كتيرة تقدر تعبر عن أي كيس للديجيتال سيجنال. فبراحتي أنا بريكومند إن احنا نستخدم الستاندرد لوجيك، بس الباقيين مقبولين فسميته ستاندرد لوجيك، قلت دول كلهم ايه كل واحده فيهم ستاندرد لوجيك. فهجمع الانبوت كلوك وكلير وست ودي ان، برضو ممكن تتكتب في نفس السطر، بقول ان ستاندرد لوجيك، واقول دي اوت اوت ستاندرد لوجيك، واقفل القوس واقول اند انتيتي. الانتيتي ما فيهاش غير كده، ان انا بقول الانبوتس والاوتبوتس في السطر اللي اسمه بورت وخلاص. طب اجي اكتب الاركيتكشر، سميها اسم تاني
بصراحة ده غلط إن أنا أسميها أسينك إف إف، يعني مش اسم معبر قوي. سميتها أسينك إف إف أوف أسينك إف إف، ماشي إز بيجين. فهبتدي أكتب بيهيفير. أكتب بيهيفير إزاي؟ أفكر كيو هتبقى كام، اللي هي دي أوت هتبقى كام. دي اوت بتعتمد على الثلاثة الاربعة انبوتس دول، صح؟ هتاخد دي ان ايكوال دي ان لما الايدج يبقى بوان، يبقى رايزنج ايدج قصدي، او هتاخد زيرو لو كلير بوان، او هتاخد وان لو كلير لو سيت بوان. شو ده behavior؟ طيب أترجم الكلام ده، يبقى عندي مجموعة conditions. لو عندي rising edge للكلوك يبقى دي out بيساوي دي in، لو عندي clear equal one بغض النظر عن الكلوك دي out بيساوي zero، لو عندي set equal one بغض النظر عن الكلوك يبقى دي اوت بيساوي 1. طب احط الكونديشنز الثلاثه دول مع بعض ازاي؟ محتاج افكر. ممكن احطهم نستد اف، ممكن احطهم كيس ستيتمنت، بس الكيس لا، لان الكيس بيبقى عندي كونديشن واحد ومالتيبل فاليوز، يبقى الكيس ما تنفعش. يبقى نستد اف هي اللي قدامي. طب احط مين في الاول ومين في الاخر؟ في النستد اف لو تفتكر انا بقول الكونديشن الاولاني بشيك عليه الاول، لو ما اتحققش اشيك على الثاني، لو ما اتحققش اشيك على الثالث، لو ما اتحققش اشيك على الرابع وهكذا. فالبرايورتي في النستد اف للكونديشن الاولاني، صح؟ لو اتحقق هنفذ ومش هشك على الكونديشنز التانيين. هو ده الستايل بتاعت النستد اف. فبالنستد اف فيها بيلت ان برايورتي، ان الكونديشن اللي فوق هو اللي هاير برايورتي. طيب احط البرايورتي ازاي عشان اوصف الوضع اللي عندي؟ احط الرايزنج ايدج الاول ولا الكلير الاول ولا السيت الاول؟ احط الحاجه اللي ليها برايورتي اعلى الاول. احنا بنقول الكلير والست لو هما خدوا قيمه ب1 يوفررايدوا ان لو كلوك ايدج جيت ينقل القيمه بتاعت دي ان، وبالتالي احطهم هم الاول. طب كلير ولا ست؟ هو ما حددليش انهي فيهم برايورتي، فانا حر اكتب كلير الاول ولا ست الاول، بس المهم ان هما الاثنين دول ليهم برايورتي عن موضوع الاوبريشن بتاع الفليب فلوب، انه ينقل القيمه بتاعه دي ان في دي اوت لما الكلوك تجي. يبقى هكتبها كده اف كلير ايكوال 1، نفذ الكوماند ده نحط الاوتبوت بزيرو، else if set ايكوال 1 نفذ ان الاوتبوت يبقى ب1، else if rising edge clock نفذ ان ايه، ان دي اوت ياخد قيمه دي ان. معنى كده ان كلير لو ب1 الست بالنسبه لي دونت كير والايدج دونت كير. يبقى لو حصل في لحظه من الغباء يعني ان كلير وست الاثنين بواحد، مين فيهم اللي اشتغل؟ الكلير، لان هو الكونديشن الاولاني. نيجي نسأل نفسنا ايه رايزنج ايدج كلوك؟ رايزنج ايدج كلوك ده اوبريتور اسمه رايزنج ايدج، بيدينا 1 لما الايفنت دي تحصل. رايزنج ايدج ده اوبريتور بتدي له سيجنال اللي اسمها كلوك، فبيديتكت لو حصل في السيجنال اللي اسمها كلوك اللي انت مديها له رايزنج ايدج بيبقى ب1، فهو بوليان. رايزنج ايدج كلوك بيديك بوليان فاليو، بس هي ايه، اوبريتور بيخش على السيجنال.
بيديك 1 لما يحصل رايزنج ايدج، في برضه فولينج ايدج. خلصت الاف اكتب اند اف، الكلام ده هيتنفذ ايه؟ سطر سطر طبعا صح؟ الاف ستيتمنت دي هتتنفذ سطر سطر، وبالتالي الاحسن ان انا ممكن احطها بره لان هي ستيتمنت واحده على فكره، اف لحد اند اف ستيتمنت واحده، فهي في الاخر ممكن تبقى شغاله كونكرنت جوه الاركتكشر. بس هنا انا عملتها ايه؟ بروسيس عشان تتنفذ جوه بروسيس. لو حطيتها بره بروسيس وما استخدمش بروسيس عادي خالص هتشتغل برضو. طيب في الكتابة بتاعت البروسيس لو تفتكروا قلنا ايه؟ بنديها اسم، ممكن نديها اسم ASR، ده اوبشنال. لو اديتها اسم لازم اكتبه وانا بعمل اند للبروسيس. واهم حاجة في البروسيس ان ايه؟ في sensitivity list. sensitivity list دي هي ليستة الانبوتس اللي لما تتغير ارن البروسيس عشان ما ترنش طول الوقت. لو السنسيتيفيتي ليست دي فاضيه هيرن طول الوقت، انما لو حطيت سيجنالز فيها مش هترن الا لما ايفنت تحصل على احد السيجنالز دول. فحط ايه في السنسيتيفيتي بروسيس؟ كلوك لو اتغير انا عايز البروسيس يشتغل صح؟ عشان ممكن دي اوت يتغير. كغير لو اتغير انا عايز البروسيس يشتغل عشان ممكن دي اوت يتغير. ست لو اتغيرت عايز البروسيس تشتغل عشان دي اوت تتغير. هما دول ثلاثة سيجنالز المهمين اللي عندي. دي ان لو اتغيرت مش محتاجها، مش محتاج البروسيس تتغير. ليه؟ لان دي اوت مش هتتغير لو دي ان اتغيرت لوحدها، ده لازم تتغير دي ان تتغير قبل ما ايه كلوك تيجي. دي اوت هتتغير نسبة للكلوك ايدج وليس للتغير بتاع الانبوت، عشان كده دي ان مش موجودة في السنسيتيفيتي ليست. دكتور اتفضل. هو هنا السنسيتيفيتي ليست عامة ما بتبينش إذا كانت البروسيس دي هتبقى sequential ولا combinational. يعني الرايزنج ايدج أنا حطيتها جوه ال else if، ما حطيتهاش في السنسيتيفيتي ليست، فده مش معناها إن هو كده هي infer latch لأن أنا ما حطيتش else في الآخر، في condition أنا مش بتشك عليها يعني. طيب هو سؤال ظريف بتاع ال latch inference، هنتكلم عليه في المحاضرة اللي بعد كده بتاعت السنسز، مش عايزين نلخبط بس ايه نفسنا دلوقتي. فافتكر السؤال ده تاني لما ايه نيجي نتكلم على السنسز وان ده هيترجم ازاي. تمام يا دكتور، شكرا. العفو. طيب فهمنا ان بحط ايه في السنسيتيفيتي ليست؟ السيجنالز اللي انا عايزها تنفذ لما يحصل فيها تغير انفذ الايه البروسيس دي. طيب نشوف مثال اصعب شويه، عايز اعمل كاونتر، فقال لي اعمل لي ان بت كاونتر، ما حدد ليش الرقم، قال لي ان، وما قال ليش بس كاونتر، لا ده قال لي up down counter انه يقدر يعد increment و decrement، وقال لي كمان ايه with synchronous clear and preset. ده قال لي ان انت ممكن synchronous يعني قلنا بالتزامن مع الكلوك اتش تعمل clear يعني تصفره وتعمل بريست. هو ايه بريست دي؟ طب كلير مفهوم ان الكاونتر يبقى اصفار، بريست دي يعني ايه؟ يعني تدي له قيمه معلومه. طب يعني ايه ادي له قيمه معلومه؟ يعني اكيد في انبوت ادخله ياخد قيمته تخش جوه الكاونتر. ده كاونتر مكلكع شويه،
أول حاجة أفهم هو عايز إيه بالظبط، وبعدين أرسم البلوك دايجرام. يبقى أنا هرسم مربع كاونتر معناها إن فيه كلوك، صح؟ إن بيت معناها إن عدد الأوتبوت بتاعي هو إن، الأوتبوت بتاعي بس متكون من إن وايرز، تمام؟ بسلكت أب وداون، يبقى في كنترول سيجنال أسميها أي حاجة، سميتها أب داون، ولو إن الاسم يعني مش معبر قوي، هي لا أب لا داون، ماشي؟ و في كلير، فيبقى لازم في انبوت اسمه كلير كنترول سيجنال، وفي بريسيت لازم كنترول سيجنال اسمها بريسيت، بس بريسيت دي هتاخد قيمه تحطها في الاوتبوت. طب اجيب القيمه منين؟ يبقى اكيد في انبوت ان بيت برضو هقرا القيمه بتاعته واحطها في الاوتبوت. وامس ان انا رسمت البلوك دايجرام ده، ابص على التايبس. طيب دول سنجل وايرز، انما الاثنين دول هما اللي باصز ان ويدث بتاعه ان، وده الويدث بتاعه ان. ادي له تايب ايه؟ ممكن استخدم ستاندرد لوجيك، والباص بتاعه استخدم اي انسايند. فأقوم رايح بقى ايه، اكتب الانتيتي، انتيتي كذا از، بكتب البورت كلوك وكلير وبريسيت واب داون، كل دول ايه؟ انبوت ستاندرد لوجيك. الدي ان هو انسايند، بس السايز بتاعه كام؟ ده هو قال لي ان، فيبقى لو انا هعمل اندكس اقول مثلا ان ماينس 1 داون تو 0، او 0 تو ان ماينس 1، او ان داون تو 1، على حسب انا عايز ايه، ارقم السيجنالز اللي جوه الوايرز اللي جوه الباص بانهي ارقام. طب ان دي ما هيفهمها منين؟ لازم اعملها كجينيريك عشان تتحدد بره الانتيتي، او تتحدد سوري مع الانتيتي، وتتنقل لاي اركيتكشر تعمل ديزاين للانتيتي دي. فبقى هنا هحددها في الانتيتي، اقول ان في جينيريك اسمه ان، ممكن اديله انيشال فاليو باربعه، او ممكن ما اديلوش، اقول ان بوزيتيف بس. يبقى لما اجي اكومبايل ورن لازم يسالني ان بكام. لو انا اديته انيشال فاليو خلاص هيبقى ايه، هياخد الاربعه. يبقى دي الحاله اهو، ايه مثال لاستخدام الجينيريك، ان انا بحدد ال ويدث بتاع الكاونتر ان، بحيث انه الديزاين يبقى فانكشن في ان. احدد هنا ان بكام، يبقى الديزاين يقرا الان دي ويطبق يعني يستخدمها وينفذ الديزاين على اساسها. فالجينيريك هنا عرفته في الانتيتي. في حد كان عنده سؤال؟ لا. طيب دكتور انا بس كنت عايز اسال، جينيريك هنا تفرق ايه عن ان انا احط كونستانت مكان؟ ما قلنا الجينيريك بنستخدمه ان انا اباس انفورميشن دايناميكالي بين البارتس المختلفه بتاعه الديزاين. فهنا انا عايز اباس من الانتيتي للاركيتكتشر، فاستخدم جينيريك. ليه؟ لان انا ممكن مره اعمل له سيميليشن وان باربعه، مره جاي اعمل له سيميليشن وان بثمانيه. الكونستانت مش كده، الكونستانت هتعرفه القيمه وما تقدرش تغيرها غير لما تخش جوه الكود وايه وتغيرها. انما الجينيريك انت ممكن من الانفايرومنت تديله قيمه. الانفايرومنت اللي هي الباكج، يعني ما هو انت
انت عندك الانتيتيز والاركتكتشر دول في لايبراري، وبعد كده انت بتكتب كود تعمل السيميليشن تيست بنش، وبتحط الكلام ده كله في كود اكبر منه اللي هو زي ما تقدر تعتبرها يعني زي الورك سبيس اللي عندك، ان انت حت انستانشيت مثلا الانتيتي الفلانيه بالاركتكتشر الفلانيه وتحط جينيريك بكذا وتعمل وترن التست بنش الفلاني. دي الانفايرمنت. فالكونستانت ما تقدرش تغيره غير لما تخش جوه كود تغيره. الجينيريك يو كان تشينج ات دايناميكالي في الانفايرمنت. تمام شكرا. اوكي لا طيب خلصنا الانتيتي، تعالى نشوف بقى هنكتب الاركتكشر ازاي لكاونتر اللي هيعمل الحاجات الغريبه دي، يعد لفوق ويعد لتحت واقدر اصفره واقدر اقرا قيمه واحطها في الكاونتر. طيب بص على الكيسز، هو اوتوماتيكالي لازم لو الكنترول كلير بزيرو يحط زيرو بغض النظر عن اي حاجه تانية، لو كنترول بريسيت بوان سوري لو كنترول كلير بوان يحط زيرو، لو كنترول اللي اسمه بريسيت بوان يحط قيمه دي ان في دي او، لو الاثنين دول بصفار يبتدي يبص على اب داون، لو اب مثلا خلينا نسميها اب بس، لو اب بوان هيعد اب، لو up بزيرو يعد down. ماشي يبقى ده الايه التسلسل المنطقي اللي انا فكرت بيه. اترجم الكلام ده الكونديشنز، لو clear بوان يبقى counter ياخد صفار، لو preset بوان ياخد قيمة دي ان يحطها في الكاونتر، لو up بوان يعد يبقى القيمة تزيد بلس 1، لو بزيرو القيمة تقل تبقى ماينس 1. يبقى لازم في عندي كاونتر ده قيمة. طيب أنا عندي دي أوت صح، هو ده الإيه اللي بتكلم عليه، إيه كاونتر اللي أنا حطيتها دي؟ ممكن ما أحطهاش على فكرة وأستخدم دي أوت مباشرة في الستيتمنت دي، بس فاكرين ال احنا قلنا لو عندي سيجنال، ما هو البورت دي تعتبر سيجنالز، البروسيس مش هتاخد القيمة غير لما اخلص البروسيس. ماشي، فانا عملت هنا حاجة انترميديت، ان انا عرفت سيجنال اسمها كاونتر، اد السيجنال اللي اسمها دي اوت واشتغلت عليها هي، وبعد بره البروسيس قلت ان كاونتر هي دي اوت. تفرق ايه كبيهيفير؟ ما تفرقش حاجه كبيهيفير، ما تفرقش حاجه خالص. طيب ليه انا عملت كده؟ طيب لسبب بسيط، ان انا هنا محتاج اشوف الكاونت كام وانكريمنت او ديكريمنت. طيب دي اوت احنا قلنا البورت الاتجاه اوت ما ينفعش ايه احطه على الرايت هاند سايد بتاعه الاساينمنت، ما ينفعش اقراه. يبقى لو جيت اعمل الكلام ده وكتبت دي اوت بيساوي دي اوت بلس 1 غلط، او دي اوت ماينس 1 برضو غلط. فعشان كده عملت سيجنال اسمها كاونتر، دي اعتبرها انها الوايرز اللي داخله على الفري فلوبس بتاعت الكاونتر. دي اوت هو الاوتبوت بتاع الفري فلوب بتاع الكاونتر، بس الانبوت بتاع الفري فلوبس بتاع الكاونتر اعتبره هو السيجنال اللي اسمها كاونتر، وهي دي اللي ايه بعمل لها، طالما سيجنال انترنال سيجنال اقدر اكتبها واقراها
ما فيش اي مشكلة، وبعدين اقول ان دي اوت هتاخد القيمة بتاعتها. حد عنده مشكلة في النقطة دي؟ أعيدها؟ حد مش فاهم النقطة دي؟ أعيدها؟ عندي سؤال بس الحتة اللي هي if clinical one السطر اللي تحتيها. طيب ما أنا جاي، أنا مخلصتش كلام. ماشي، أنا بتكلم في النقطة دي. أوكي. طيب نيجي لإيه؟ لترتيب الكونديشنز زي ما عملنا في الفليب فلوب. أنا عندي إيه؟ برتب nested if، يبقى إيه؟ ليه نستد اف؟ لان انا عندي كذا كنترول سيجنال، ما اقدرش استخدم كيس فاستخدم نستد اف. طيب النستد اف البرايوريتي للكونديشن اللي فوق. طب هنا البرايوريتي لمين؟ الكلير ولا البريسيت ولا الكلوك ايدج؟ بما ان دول سينكرونس يعني لازم الكلوك ايدج يتحقق، يبقى البرايورتي للكلوك ايدج. لازم اشيك الاول ان الكلوك ايدج تتحقق، وبعدين ابتدي اشوف الكلير بكام والبريست بكام والاب داون بكام. يبقى لازم احط كده كونديشن الاول اف رايزنج ايدج كلوك. تمام، بره الموضوع خالص. ليه؟ عشان لو ما فيش رايزنج ايدج مش هنفذ حاجه، ده سينكرونس. جواه بقى ابتدي احط الايه؟ الكونديشنز اللي عندي. طيب لما الكلوك ايدج يجي ابص، انا شخصيا هو ما حددليش برايورتي، بس انا هقول لنفسي ايه؟ لو كلير جه هو اللي يكسب ويصفر، بعدين لو البريسيت جت اخد القيمه بتاعت البريسيت، بعدين لو الاثنين دول بصفار ابتدي ايه؟ اي انكريمنت او ديكريمنت على حسب افضل، فحطها بالترتيب ده. if clear ب1 then صفر، if preset ب1 خد قيمة دي ان، if up down else طبعا if up down up ب1 يعني increment، else يعني لو مش متحققة اللي هي زيرو يعني تبقى decrement. ففهمنا الشكل الاف دوت عملته ازاي؟ على حسب انا عايز ايه اللي يحصل. عايز الاول اشيك على الايدج، عشان كده كتبت السطر ده، وبعدين وانس ان الايدج اتحقق يبقى كل اللي جاي في الايه؟ بعد الزن بتاعت الاف ابتدي اشيك على الكنترول سيجنالز بتاعتي واحدد قيمه الاوتبوت بتاع الكاونتر على هذا الاساس، على اساس الكنترول سيجنال، وليهم برايورتي بالمنطق اللي انا ايه متخيله. زميلنا بيسأل ايه others zero دي؟ اقول له دي طريقة ظريفة عشان تكتب صفار في signal انت مش عارف السايز بتاعها. السايز بتاع counter ايه؟ n صح؟ هتكتب n zeros جنب بعض ازاي وانت ما تعرفش n؟ هتكتب اربعة بس. طب افرض غير الجينيريك لتمانية، الكود هنا هيبقى 8 بتكتب فيهم 4 ديجيتس بس، الويدث بتاعه 8 بس انت بتكتب فيه 4، ما ينفعش. فكلمه others سهم 0 معناها ان كل السيجنالز تبقى 0. كل الاليمنتس اللي في السيجنال اللي اسمها كاونتر، سوري يعني في التعبير كده تعبير ادق، كل الاليمنتس او كل سلكه من السيجنال السايز بتاعها ان اللي اسمها كاونتر هتاخد زيرو. طبعا لو انا عايز اعمل سيت هكتب هنا 1 ويبقى كله بقى ب1. حد عنده سؤال لحد هنا؟ يا دكتور، هو بس بالنسبة للأب داون، مش المفروض إن أنا هعمل ماينس 1 لما يبقى الأب داون بزيرو بس؟ عشان كده إحنا واخدين كل الستيتس بتاعت الـ STD logic،
مخلينها تعمل counter minus one. زبيلنا بيسأل سؤال ظريف بيقول السيجنال اللي اسمها up down دي standard logic صح؟ فيبقى يعني ممكن تاخد حاجات كتير غير ال1. فلو انا شيكت على 0 و1 1 increment و0 decrement، طب لو جت حاجه غيرهم هعمل ايه؟ هيبقى عندي conditions كده مش هعرف لا هعرف increment ولا هعرف decrement. فعشان كده شيكت على ال1 وقلت else اي حاجه غير ال1 decrement. يعني لو مفيش 1 صريح، لو weak signal ما اعتبرهاش 1. لو x اللي هي يعني فيها conflict 0 او 1 مش عارف حاجة في النص اعتبرها ايه؟ 0. ففهمتوا سؤال زميلكم؟ انا بيقول ايه؟ او كأنه بيسأل يقول ليه عملت 1 واستخدمت else؟ ما عملتش ليه condition تاني up down equal 0؟ عشان اغطي الاحتمالات ان up down تبقى اي حاجة تانية غير ال 1 وال 0. ودمجتهم في الاكشن ان هم كلهم يبقوا مع ال 0 وديكريمنت. طبعا لو انا استخدمت حاجه غير الستاندرد لوجيك عمليه بسيطه، هي لو استخدمت بيت هيبقى السؤال بتاع زميلكم ده مع ايه مش هيفرق. لو شيكت على انها ايكوال 1 وقلت else if ايكوال 0، بس هي ملهاش معنى. هقول if else مش يعني مش هقول حاجه في else. هو انا كان قصدي بس يا دكتور ان احنا المفروض ان احنا بنعمل اب لما يبقى في كيس معينه وداون لما يبقى في كيس معينه، مش اللي هو داون تبقى واخده كل الستيتس الثمانيه التانيين ليه بتاع الداون ليه على اساس يعني انه انا عايز اعمل اب لما يبقى اب داون ده ب1 وداون لما اب داون يبقى ب0، بحيث ان هو يعني طيب والكيسز الثانيه تعمل فيهم ايه؟ لازم تحدد. اقول إلس اي حاجه، إلس مثلا اي حاجه اللي هي ايه كاونتر ياخد زيرو مثلا، وده هيشتغل صح. فهنا الاوبشن ان انا دمجت الكيسز ديت انها اعتبرتها ما هياش اب، اعتبرتها داون. لو سيجنال كنترول سيجنال اب داون ما هياش واحد صريح اعتبرها انها زيرو. زي هنا لو كلير ما هياش واحد صريح ما تعملش كلير، لو بريسيت ما هياش واحد صريح ما تعملش بريسيت. فنفس الكلام هنا استخدمته في الكنترول سيجنال اب داون. تمام شكرا. انت بتتكلم نقطه وجيهه ان هي ايه، ان انا لو استخدمت او لو انا بعمل بقى لوجيك مظبوط ومش بس بعمل يعني مش بس بكونسيدر ان السيجنالز 0 او 1 وابتديت ان انا ابص على ان اللوجيك اللي جاي لي ممكن يبقى السيجنالز فيه ضعيفه او فيها مشاكل، محتاج افكر وانا بكتب لو السيجنالز جت بالشكل الغلط ده هتعامل معاها ازاي. يعني نترجم السؤال بتاع زميلنا ده ان احنا بنقول طالما استخدمت ستاندرد لوجيك محتاج ان انا اشوف لو الانبوتس جت بشكل مغاير للزيرو والوان هتعامل معاها ازاي، ويبقى الكود بتاعي بيبهيف زي ما انا اكسبكت. طبعا احنا مش هنخش في الليفل دوت في الاسئله بتاعتنا، احنا بس ايه عايزين في الكورس بتاعنا ان احنا نعرف نكتب كود يعبر عن الفانكشن مظبوط. وزي ما هنشوف ان شاء الله المحاضره الجايه انه يتعمل له سينثيسز بالشكل المظبوط.
طبعا. وبعد كده طبعا هنشوف بقية الفلو كله، بس انا قصدي ايه الحتة اللي زميلنا بيسأل فيها دي، ومش يعني مش هنتطرق لها في يعني اوت اوف ذا سكوب بتاع الكورس، بس تبقى فاهم انك لما تيجي تتعامل مع ستاندرد لوجيك سيجنال ممكن يبقى فيه قيم غير الزيرو والون اساسي. طيب انا شايف يعني نخلي الاكزامبلز اللي بعد كده ان شاء الله للمحاضرة الجاية، عشان محتاجة شرح الفاينايت ستيت ماشين والميموري، نكتفي بهذا القدر. لو حد عنده أسئلة في اللي كان الجزء اللي غطيناه في المحاضرة ده يتفضل. دكتور أنا عندي سؤال، بس مش في الجزء، مش في المنهج يعني. هو يعني أنا سألت لو حد عايز ميتنج عشان بخصوص الجاديشن بروجكت زي ما حضرتك قلت، فكانوا بيسألوا لو ينفع النهاردة بعد ال يعني احنا عندنا ادفايزنج ممكن مثلا يخلص على 5:30 6 الا ربع كده، فهينفع مع حضرتك النهاردة ولا صعب؟ لا النهاردة بصراحة يوم تقيل، فممكن يعني ممكن مثلا الاثنين أو الثلاثة. ما هو الفكرة إن الديدلاين بتاع البروجكت يوم الاثنين الساعة 5، فهو ممكن لو إيه؟ ينفع. يعني نزلت النهاردة والديدلاين الاثنين الساعة 5؟ مش عارفين بصراحة، هو ده اللي حصل، احنا مش فاهمين برضو يعني، هي مشكلة بالنسبة لنا. أنا حاسس إن الديدلاين ضيق قوي يعني، بس ماشي. طيب معلش ممكن نخليها بكرة بالليل؟ ممكن بكرة بالليل؟ تمام خلاص ماشي. هقول. لما احنا نستقر على ميعاد كده عشان تبلغيهم، نقول بكرة الساعة 7. خلاص اوكي هبلغه. ماشي اوكي. اوكي شكرا يا دكتور. بس يعني حد هيعمل انفيتيشن ويبعت لي لينك، ولا انا اعمل زوم مثلا وابعت لكم، ولا ايه الوضع؟ هو احنا ممكن طب زوم. بص خلي ادي المندوب التليفون بتاعي، وانا ممكن ابعت له على يعني يكلمني، وانا ابعت له زوم ميتنج، وهو يدي اللينك دوت، سواء بتتواصلوا مع بعض ازاي يعني واتساب ولا فيسبوك، والناس تخش، خلاص اوكي يا دكتور هقوله. او ابعت لك انت، مش انت فرح برضو؟ انا فرح طب خلاص يا خاصة فرح، هبعت لك بعت لي اللينك، ميتنج. وانت تشاريها مع الدفعة. اوكي شكرا يا دكتور. ماشي. دكتور هو ممكن سؤال، بس هي برضه حاجة يعني ليها علاقة بالبروجكت. اتفضل. هو هل في إمكانية إن البروجكت اللي هو الـ 4G 5G اللي حضرتك منزله، هل في إمكانية إن إحنا نزود عدد الطلبة المسموح بيها، ولا هيبقى صعب؟ هو أنا كاتب كام؟ 5؟ 5. يعني على حسب مشروع يعني. ليه بتسأل السؤال ده؟ احنا لسه عرفنا مين عايزه. اصل هو الفكرة انه زي ما حضرتك شفت الديدلاين ضيق قوي، فهو لو الناس كتبت قبل ما نسأل حضرتك هل ممكن نزود او كده، هيبقى الديدلاين ضيق معانا جدا. وبس لو الديدلاين كان ممتد كان يعني كان ممكن نستنى نشوف مين كتب او كده، بس هو فعلا زنقونا قوي في الديدلاين. يعني مش مشكلة، كل واحد بصي خلي الكلام ده بيحصل كل سنة، يعني ما تشغليش نفسك بيه، ده كلام يعني في الآخر لوجيستيكس كده. ودكتور حسين يعني هو باستثناء إنه إداكوا ديدلاين ضيق السنة دي، بس هو دكتور حسين بصراحة بيتولى موضوع البروجيكتس كويس يعني. هو يعني دكتور السنين اللي فاتت ما بيبقاش فيه مشاكل، حتى مقارنة يعني، ده إحنا بنحاول ان المين ستريم يمشي بنفس الطريقه كده والدنيا تبقى سلسه. القصد فكل يعني اكتبي الرغبه بتاعتك. ما هو انا كتابة، بس هو فكرة ان هو دكتور حسين كان يعني احنا بعت لنا اكسل شيت، هو متقسم فيه خانات لونها ابيض وخانات لونها الماضي. الابيض ده عدده 5، لو انا كتبت مثلا اسمي في الماضي لكن هو انت انت مش بتكتبي رغبتك يعني، انت بتحطي اسمك في الخانات دي. هو دكتور حسين قال لو مثلا انا كتبت اسمي مثلا في الماضي، لو الجي بي اي مثلا بتاعي مش اعلى من الخمسة اللي في لونهم ابيض كده، انا اضطر اروح بروجكت تاني يعني. هو حتى ده كان قال لنا من ده في ال ماشي، فهمت هو عاملها ازاي السنة دي. هو عموما
عشان برضو يعني النقطة دي ما اتكلمناش فيها، لما يبقى فيه إقبال أزيد من العدد، يعني ردا على سؤالك الأول، ممكن أزود واحد أو اتنين، يعني ده يعني بالنسبة لي مش هيبقى فيه مشكلة. مش عارف، بس دي هتأثر شوية على المشاريع التانية، لأن كل انستراكتور له كوتا من عدد الطلبة، يعني هنشوف. بس ما يعني ثيوريتيكالي أنا ممكن أزود، بس الفكرة إن أنا دايما بفاضل بين الطلبة مش بس بالجي بي إيه. يعني أنا السنين اللي فاتت كنت بدي أسايمنت والناس تعمله، وبناء عليه قارن برضو بين الطلبة، وببص في السي في برضو، بخلي الطلبة تبعت لي السي في، فببص في الأسايمنت وببص في السي في وببص في الجي بي إيه. تمام. يعني احنا حتى لو مثلا يعني فمش عارف بقى في الوقت الضيق ده، محتاج اكلم دكتور حسين اذا كان ينفع نعمل الكلام دوت، ولا هو ليه ضغط الوقت كده يعني بصراحة. القصد ان هل انت لو كتبتي اسمك في خانة ما تقدريش تكتبي في خانة تانية؟ دكتور حسين شرف نكتب اسمنا في بروجكت واحد بس، دي برضه من الحاجات دي. طيب ما تهيليش الإقبال هيبقى جامد قوي يعني منكم للدرجة دي يعني على البروجكت، بس مبدئيا يعني ممكن نزود واحد أو اتنين، بس محتاج أرجع برضو للدكتور حسين عشان هتضرب العدد بتاعي، وهو أصلا المفروض ما ينفعش يعني كلوائح، ما ينفعش يبقى عندي أكتر من 10 طلبة، فهتأثر على بقية البروجكت. دكتور هو مش على حسب برضو كام في كام حد في البروجكت التانية، ف أيوة ما أنا حاطط 5 في ده و5 في البروجكت اللي هو بتاع الأوتوسار، ومش فاكر كام في الأنالوج وكام في الأي أو تي، غالبا أرقام صغيرة يعني. طيب مبدئيا يعني خلينا في نكتب، يعني نلتزم بال5، انما لو في واللي يلاقي ال5 تماله يحط اسمه في بروجكت تاني، ولحد ما ارجع لكم في الميتنج اللي هو يوم الاحد اللي هو بكره يعني بالليل، هكون كلمت دكتور حسين. ماشي كده؟ ماشي. بس على فكرة عشان برضو ايه الناس تبقى فاهمة والكلام ده هقوله بكرة، انا يعني انا ستايلي في البروجكت غير المحاضرة. البروجكت انا سوبرفايزر، انا مش انستراكتور، وبالتالي انت بتبقى لازم تبقى اندبندنت ولازم تبقى اكتف. يعني انا مش هاجي اقول لك اعمل كذا، لا بعديها اعمل كذا، بعديها اعمل كذا، لا انا مش مدير وبقول لك نفذ تاسكس، لا انت اللي بتفكر وانت اللي بتعمل بلاننج وانت اللي بتشوف محتاج تعمل ايه، وانا المفروض بترجع تستشيرني وانا اقول لك انت ماشي صح، لا ماشي غلط، وبص في الاتجاه الفلاني. فانت في البروجكت برضو عشان يعني ايه الناس اللي ما فيهاش الستايل ده هتتعب. عشان الصراحة برضو واجب. انت هتتعلم بس لازم تبقى انت اكتف. ماشي، في اسئلة تانية؟ شكرا جزيلا، وإن شاء الله نكمل المحاضرة الجاية، والناس برضو يا ريت يعني الناس اللي انترستد في البروجكت حتى لو سمعت الكلام ده ممكن نتكلم في تفاصيل أكتر يوم الحد، فتحضر برضو الحد.
شكرا جزيلا، السلام عليكم.